اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج حكايه النهارده هنحكي الجزء الاول من حكايه الرهبانه الإبطية فكر الرهبانه بانواعه المختلفه هو احد الافكار اللي قدمتها الكنيسه القبطيه للعالم والفكره اتطورت وخدت اشكال مختلفه خصوصا بعد ما دخلت اوروبا في القرن الخامس الميلادي كلمه راهب باللغه القبطيه هي مناخس وبالانجليزي مونك وهما الاتنين متاخدين من كلمه اسمها مونو معناها حد لوحده او عايش حياه الوحده. وفكره الوحده عموما ليها جذور في الكتاب المقدس. فعلى سبيل المثال هنلاقي مثلا في انبياء عاشوا في العهد القديم حياه الوحده الروحيه زي ايليا وايليشع ويوحنا المعمدان. ومع انتشار المسيحيه في القرون الاولى ومع توقف عصور الاضطهاد هنلاقي انه كتير من الناس اتجهت لحياه الوحده والرهبنه علشان يقدموا حياتهم للمسيح لأن الرهبنه هي موت عن العالم وعشان كده بتتسمى الاستشهاد الابيض او الاستشهاد بدون سفك دم. اول محاولات للرهبنه وحياه الوحده نسمع عنها في مصر في نص القرن الثاني لما شخص اسمه فرونتيوس انعزل مع مجموعه من الشباب في الصحراء الغربيه لكن الموضوع ما نجحش ولكن الرهبنه بتعتبر بدايتها الحقيقيه مع الشاب اللي كان اسمه انطونيوس اللي حوالي سنة 271 ميلادية وهو عنده حوالي 20 سنة دخل الكنيسة وكان حاضر القداس وسمع انجيل القداس بيقول ان اردت ان تكون كاملا فاذهب وبيع كل مالك وتعال اتبعني ففي الحال نفذ الآية وراح باع ممتلكاته واتجه للصحراء الشرقية اللي عاش فيها لحد ما تنيح سنة 356 ميلادية بعد ما أصبح أب لكل رهبان العالم ومؤسس الرهبانة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس وعلى الجانب الآخر بالنسبة لرهبانة البنات بتعتبر القديسة سينكليتيكي اللي هي تنيحة سنة 350 ميلادية هي أم الراهبات والقديس البابا أثناسيوس الرسولي كتب سيرة حياتها بالظبط زي ما كتب سيرة حياة الأنبا أنطونيوس القديس الأنبا أنطونيوس أسس نوع من الرهبانة اسمه الرهبانة التوحدية اللي بيعيش فيها الراهب في الاليه لوحده في الصحراء لكن كمان في نوعين تانيين من الرهبانه نوع منهم اسمه رهبانه المجموعات الجروبس ودي اسسها القديس العظيم مكاريوس الكبير او ابو مقار والقديس امون وفي النوع ده من الرهبانه بيعيش الرهبان في مجموعه من الالالي المتقاربه من بعض وبيكون في وسطهم اب راهب قسيس بيسموه قس القل... الالالي والرهبان دول كل واحد بيفضل في قلايته طول الاسبوع ويتجمعوا بس يوم السبت يصلوا التسبيحه والقداس يوم الحد وبعدين كل واحد يرجع لقلايته مره تانية اما النوع الثالث من الرهبنه فهو الاكثر شيوعا في مصر حاليا وهو الرهبانة الدائريه او المعروفه باسم رهبنه الشركه. ودي اسسها وحط قواعدها القديس الانبا بخوميوس وفي الرهبنه الدائريه بيعيش الرهبان سوا جوه صورة الدير ويصلوا سوا وياكلوا سوا ويشتغلوا سوا نفس النظام ده كان في نسخة تانية منه بقواعد مختلفة شوية في صعيد مصر أسسها القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين وحاليا علشان يكون الإنسان راهب في الكنيسة القبطية لازم يكون غير متزوج حاصل على مؤهل عالي ويكون سنه 30 سنة أو أقل والسن ده بيقل شوية في حالة الراهبات البنية وفي العموم اي راهب او راهبة أو ما بيخش الدير بيكون ملتزم بثلاث ندور الندر الاول هو ندر الفقر الاختياري بمعنى ان الراهب لا يملك شيء وبيسيب كل ما يملك قبل ما يكون راهب زي ما القديس ماري افرام السورياني بيقول على اجنحة الفقر يمكننا الطيران واللحاق بالاباء السواح الندر الثاني هو ندر العفة يعني الراهب او الراهبة ما يتجوز ويقول القديس جيروم العفة هي الزواج الروحي، حيث تتحقق الروح من قبل عريسها ولا تحتاج إلى أي شيء آخر. أما الندر الثالث فهو ندر الطاعة، ومعناها أن الراهب أو الرهبة لازم يكونوا مطيعين لآبائهم الروحيين وشيوخ الدير. والقديس الأنبى أنطونيوس بيقول عن الطاعة: "إن الطاعة والتواضع يخضعان لنا الوحوش"، قصد الشياطين. ومع الآباء الأوائل الرهبانة الرهبانة ازدهرت جدا لأن الراغبين في الرهبانة شافوا في الآباء دول رول موديل كل أب كان إنجيل معاش عشان كده كل العصر الذهبي للرهبانة كان ما بين القرن الرابع والخامس واللي انتهى فيهم الاضطهاد فانضم ناس كتيرة جدا للرهبانة اتنقلت الفكرة لأوروبا لما كتب القديس أثناسيوس سيرة الأنبا أنطونيوس وهو منفي في أوروبا بسبب هرطقة آريوس والفكره أخذها بيندكت النيرسي في ايطاليا وكانت مدخل لكل الرهبانيات المعروفه في الكنيسه الكاثوليكيه. ومن اشهر اباء الكنيسه في القرنين الرابع والخامس الى جانب الانبا انطونيوس الانبا بولا اول السواح اللي اتنيح سنه 343 ميلاديه، الانبا باخوميوس اللي اتنيح سنه 348 ميلاديه، القديس مكاريوس الكبير اللي اتنيح سنه 391 ميلاديه، والانبا شنود رئيس المتوحدين اللي اتنيح سنه 400 66 ميلادية بركة صلواتهم تكون معانا وده كانت الجزء الأول من حكاية الرهبانة القبطية استنونا وحكاية جديدة وبرنامج حكاية